نتابع معكم سير العملية الانتخابية. باش نبدأ بشبكة مراسلينا باش نمشيو السوسة مع زميلتنا هدى بن مسعود اللي مشيت قامت بالعملية الانتخابية مشيت انتخبت شفناها محنية صباعها يا زادة بالأحبار الأزرق وتحكي لنا على الأجواء في الانتخابات في سوسة. صباح الفل هدى. صباح النور رميز, صباح النور اللي يسمعوا فينا الكل على غازمات. تحية ليك وتحية لكل تونسي اليوم قام الصباح ومشى المكاتب الانتخاب ومشى انتخب اليوم. يوم بالحق باش يبقى في الذاكرة, خاصة انه يوم استثنائي يوم عرش انتخاب نعيشه في بلادنا اليوم. المركز الحق فما تعاون وتفاهم كبير من الهيئة مع الأعضاء الهيئة المتوازنين غادي كيف من رئيس المركز كيف كيف اللي شو اسمه المركز هدى اللي مشيت له؟ هو حي مدرسة الفتح في حي الرياض. حي الرياض سوسة نسلم عليهم برشا. حي مدرستي على فكرة قريت فيها أمين المدرسة. نتصوروا أنه عندها وقع خاص عليك غادي. عندها بالحق عندها ما كليتش تريح فيها هدى قبل ولا حاجة؟ لا فماش حد ما كليتش تريح في أنا بالحق دي مومون حلوين العبد يعيشهم في نهار كيما دوما. خاصة أكثر فرحة أنك تلقى أغلبية رؤساء المركز الاقتراع أن تلقاهم ديجا بالحق شباب اللي تلقى البسمة على وجوههم تلقى الأمل موجود حتى تعيناهم معناها فهمت. تحية زادة للجيش والأمن قاعدين يقوموا بدور كبير خاصة قدام مركز الاقتراع. خاصة نعرفوا احنا يكثر الحديث في الفترة هذه على الحملات الانتخابية وعلى خرق الصمت الانتخابي زاد الموجود نهار الانتخابات. لكن فما إقبال كما العادة وكما عودونا المسنين ربي فضلهم يديك بركتهم في البلاد هما اللي يبداو البركه بهم هما تدبوا. لا مو احنا قال لك احنا نبجلوهم خاطر هما باش ما يتعبوش نهار سخون والطقس انا قلت عيا شيخ الصيف حتى من بعد يقوم الشباب في عقله يمشي يتوجهوا اليوم بالحق فما حركه كبيره ما شهدناهاش لا في التشريعي ولا في الدور الاول للرئاسي. اوكي بيي برشا اليوم اللي اليوم بالحق لاحظته في على الاقل معناها حتى في شوارعنا اليوم الصباح مش ننسى فماش فما كل بحدة والبرود اليوم اللي عبيد عارفة شنو نختار عبيد فاهمة عبيد ممكن زيد المناظرات الانتخابية اللي صارت من الدور الأول الانتخابات التشريعية للدور الثاني عطات زيد دوره أقل كبير في الفترة هذه وضحت نوعا ما البرشا ناس شنو الرؤية البرشا ناس وهذا مهم. فوالا هذيك أهم حاجة اللي خليت كشف للبرامج وهو كل واحد شنو وقتها اللي باش يختار هو واجب لازمنا واجبنا تجاه بلادنا على الاقل هو حق لازمنا ما نسلموش فيه خاطر كي نسلموا في حقنا نهار كيما اليوم ما عادش نجموا نلوموا اللي كان نهار انسان باش يفك لنا حقنا. واضح وهذا دعوه مره اخرى متجدده للتوانسه باش يمشيوا يصوتوا بالطريقه اللي حبوا عليهم هما. فوالا الحاجه به امين انك الانسان يتحمل مسؤوليه اختياره. شوف تختار اليوم مهما كان المترشح لكن غدوه تنجم كل سوا اللي انتخبته هو والا لا كان هو مشى في الطريق الصحيح نجم معلي كان ديما من سنه من حشري احلم كان حتى اللي انتخبوا دور ماهوش مستوي نجم وقتها تحاسبوا اما مش اليوم باش تنتخبوا غدوه تقول هاو عملوا هاو ما عملوش. واضح شوفك انت وين وشكون عطيته الحق موعد تاريخي يحسب لتونس اليوم. خاصه نشوفوا بالحق انه فرحه كبيره في عينين الشباب تاعنا وفي عينين التوانسه اليوم انهم يتوجهوا يمشوا ينتخبوا بالحق خاطر حاجه مهمه اليوم باش نقرروا احنا الشباب مصير بلادنا في بلاصه انه يقرروها عبد الاخرين في بلاصتنا. شكرا لك هدى بن مسعود وانت هكا في الطريق يضر لي من سوسه الى مدينه نابل باش التحق زاد باش يكون فما عندك متابعه خاصه بطبيعه الحال على طول النهار فانت وكل الفريق اللي باش يتابعوا معنا حتى الى غلق مكاتب الاقتراع. شكرا ليك احنا باش نواصلوا بعد الفاصل.